مومون دابا كنخدم على الموسيقى ديال لي ميوزيك سافونت ديال المغرب، واللي ديجا خرجت منهم الغزال فاطمه بطريقه جديده افيك اون توش جازي، وان شاء الله الالبوم رحنا كنخدموا عليه وغادي يخرج غيخرج عما قريب. انا في الحقيقه ما عمرني ما تبعت شي موجه، دائما تندير الموسيقى اللي انا تنرتاح فيها، والحمد لله موسيقتي تتعجب البوبليك، الحمد لله عندي جمهور واسع، وهذه سي اون شوز اللي كنفتخر بها، واللي الحمد لله كتزيد تشجعني باش نعطي اكثر واكثر. انا ما تنديرش الموسيقى باش ندير البوز، تندير الموسيقى اولا لانها واحد الحاجه اللي تتعجبني بزاف وتنرتاح فيها. انا بديت صغيره، بديت في 17 عام خرجت لو بروميير البوم ديالي، دونك سي الموسيقى بالنسبه لي واحد الحاجه اللي فريمون كنرتاح فيها بزاف، واللي كنبغي ناخذ وقتي مزيان باش نخرج شي حاجه في المستوى، فما تنظنش شي نهار غتلقاوني كنغني كلمه بحال هادشي اللي قلتي دابا. لا الحمد لله ما عمرني ندمت على شي اغنيه اللي خرجت، تقول انه كان كل سن اللي دزت منه كنت سيتادير موسيقتي كانت متبعه السن ديالي، فما حدني كنكبر ما حد موسيقتي بيان سور كتبدل كما قلتي، كاينه بلوس دو ماتوريتي، وحتى الكوتي تكنيك لا تكنيك فوكال ديالي تتبدل بيان سور، ما حدني كنكبر ما حد لا تكنيك ديالي حتى هي كتبدل، سورتو كاشاك فوا تندير دي ماستر كلاس في لو شون كلاسيك، كنمشي برا باش كناخذ دي كور دو شون. اي وحده ملي تتكون باقيه صغيره تتكون في واحد لو ستيل، ما حدا كتكبر ما حد لو ستيل كيتبدل، انا عرفتي مني فاش كان في عمري 17 عام، دونك سي نورمال كنت بواحد ستيل ديال اون ادوليسونت اللي كتلبس بواحد الشكل، كتمشط بواحد الشكل، كتهضر بواحد الشكل. دابا راه جي 28 ans جي ان بيبي، دونك بيان سور باغ لا فورس دي شوز تنتبدل فيزيكمون، كنتبدل مورالمون، تنتبدل تبدلوا بزاف ديال الحوايج، بحال دابا ملي تتكون عندي اون تورني ولا ان كونسير ولا شي حاجه، بيان سور تيخصني نفكر مع من غادي نخليه، ما خصنيش بيان سور نغبر عليه بزاف، دونك بيان سور بزاف ديال الحوايج كيتبدلوا ملي تيكون بيبي ومني ما تيكونش. بالنسبه للعائله بيان سور ولا بدا خصك تعطي وقت العائله والخدمه اون ميم طون، سيتادير ما تفرقش ما يكونش زعما ما يكونش بيان سور ما تغبرش بزاف على العائله وما تغبرش بزاف على الميدان اللي تتخدم فيه. وانا في الحقيقه من ديما وانا دائما عندي الميدان الفني وشي حاجه اكوتي، شحال هذه سيتي قرايتي، دابا ولات الاسره والحمد لله الحمد لله جو جير بيان مون طون. غادي نكون في فيستيفال أليغريا ديال الشاون، فيستيفال ديال الملحون في جديدة في أزمور بلو بريسيزيمون، غيكونوا بزاف ديال لي سبيكتاكل إن شاء الله. عاد جيت من اون تورني من لاسبان، كانوا مهرجانات اخرين في المغرب ودوطخ كونسير.